ذكر ابن حجر في الفتح عن ابن جريج قال: كانوا في الزمن الأول زمن الصحابة ومن بعدهم ينصتون للمؤذن كإنصاتهم لقارئ القرآن لحرصهم على المتابعة. يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه: لا يترك متابعة الأذان إلا محروم، محروم من الخير، كلمات يرددها يحصل له بها الشفاعة، لكن المحروم من حرم. ولهذا من الأساليب التربوية الطيبة لبعض الآباء أنه إذا كان مع أولاده يحدثهم أو في السيارة أو في البيت ثم أذن المؤذن لا يتكلم، يقطع الكلام، حتى مع أصحابه يقطع الكلام. لما؟ حتى نتابع الأذان، ألفاظ نرددها يسيرة، أجور نحصلها جزيلة.